السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البطل التقنية. يتوفر متجر جوجل بلاي على الملايين من التطبيقات الخاصة بالأجهزة الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، وهي إما ألعاب أو تطبيقات بفضلها زادت شهرة الأندرويد. ويتوفر كل جهاز يعمل بهذا النظام على تطبيق جوجل بلاي. بعد تشغيله يمكنك البحث عن أي تطبيق ترغب باستخدامه سواء كان بالمجان أو مدفوع. بعد اختيار التطبيق المناسب تضغط عليه لتثبيته على جهازك، ويشترط للقيام بهذه العملية أن توفر لديك حساب جيمايل بجوجل. ولكن ما رأيك بتحميل التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي بدون أن تتوفر على حساب جيمايل؟ كيف ذلك؟ هذا ما سنشرحه في حلقة اليوم. تتوفر على متصفح الويب نسخة خاصة بمتجر جوجل بلاي، من خلالها يمكنك الولوج إلى المتجر انطلاقا من حاسوبك. أدخل الرابط التالي في متصفح الانترنت play.google.com/store. بعد ذلك ستظهر لك صفحة بها مجموعة من التطبيقات الخاصة بالأندرويد. يمكنك اختيار إحداها أو البحث عن التطبيق الذي ترغب به في الخانة المخصصة لذلك. مثلا نختار لعبة سابواي سيرفرز، فتظهر لنا صفحة خاصة بهذه اللعبة. من خلالها ستجد وصف للعبة وصور خاصة بها، كما ستجد أيقونة انستال لتثبيت اللعبة على جهاز الأندرويد، أو يمكنك الضغط على داونلود APK. هذه الأيقونة ستسمح لك بتحميل التطبيق الخاص باللعبة بصيغة APK على حاسوبك. لكن بعد الضغط على أيقونة التحميل الخاصة بالمتجر ستظهر لك صفحة تطلب منك إدخال حسابك الجيميل وكلمة المرور بالإضافة إلى الID الخاص بجهازك الأندرويد. وإذا لم تكن تتوفر على حساب جيمايل، يمكنك استخدام طريقة أخرى من خلال الدخول إلى الموقع التالي. وهذه هي واجهة الموقع بعد التحديثات الأخيرة. بعد ذلك تعود إلى الصفحة الخاصة بلعبة سابواي سيرفرز على متجر جوجل بلاي، ثم تقوم بنسخ رابطها. وفي الموقع الثاني تقوم بلصق هذا الرابط في الخانة المخصصة لذلك، ثم تضغط على Generate Download Link. بعد ذلك ستظهر لك معلومات خاصة بالتطبيق بما فيها حجم الملف. ولتنزيل اللعبة توجه إلى أسفل الصفحة واضغط على الإيقونة الخضراء Download Subway Surfers. وانتظر قليلا إلى أن تظهر لك الإيقونة الخاصة بالتحميل، ثم انتظر إلى أن تتم هذه العملية حسب حجم الملف وسرعة الانترنت لديك. بهذه الطريقة يمكنك تحميل أي تطبيق مجانا من متجر جوجل بلاي من خلال اختياره ثم نسخ رابطه بالمتجر. ثم لصقه على موقع داونلود APK، ثم تتابع بنفس الخطوات التي قمنا بشرحها. ويمكنك أيضا إنشاء مجلد على حاسوبك تضع به جميع التطبيقات التي قمت بتحميلها. بعد ذلك يمكنك تثبيتها على محاكي الأندرويد على حاسوبك أو على أي جهاز أندرويد، سواء على هاتفك الذكي أو على جهاز لوحي. وسنشرح لكم في حلقة قادمة كيفية تثبيت جميع التطبيقات دفعة واحدة على جهازك عوض تثبيت تطبيق تلو تطبيق. هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم، ونتمنى أن تكون هذه الطريقة مفيدة لك. في أي لحظة يمكنك الضغط على لايك للإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك، أو الضغط على سبسكرايب للاشتراك في قناتنا على اليوتيوب. هذه الخطوات البسيطة بمثابة دعم لنا، وستشجعنا على المضي قدما لتقديم حلقات أفضل. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.